بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المختصر من تأليف الشيخ بدر الدين ابن بلبان من علماء القرن الحادي عشر من الحنابلة، والعلماء رحمهم الله درجوا في التأليف في الفقه على أن يجعلوه مراحل، يبدأون بالمختصرات ثم متوسطات ثم مطولات لأجل التدرج بطالب العلم شيئا فشيئا، لأن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإنما يؤخذ شيئا فشيئا. فمن أجل التسهيل على طالب العلم قدموا له هذه المختصرات في بدايات العلوم. والمختصر مأخوذ من الاختصار، وهو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو الاختصار، جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة. ولا شك أن الاختصار مطلوب في المؤلفات وفي الخطب وفي الكلام والتدريس لأجل أن يستوعبه السامع. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على اختصار خطبة الجمعة وتقصيرها، فقال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته أو طول صلاته وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقه، على فهمه، علامة على فهمه، لأن هذه صفة تدل على الفهم والقدرة على إيصال المعلومات بلفظ قليل، وهذه مهارة في العلم. فهذه المختصرات لا يزهد بها لأنها مفاتيح للعلوم، وألفوا في كل فن مختصر أو مختصرات نثرا ونظما. ففي الفقه مختصرات، وفي الفرائض مختصرات، وفي النحو مختصرات، تفسير والحديث، والاختصار في التعليم مطلوب لأجل أن يستوعب الطالب والسامع، يستوعب المعنى بألفاظ موجزة. أما إذا طال الكلام فإن السامع أو الطالب يذهل عن متابعته. لهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرات مباركات يحفظهن السامع. الاختصار مطلوب، لكن الاختصار يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى عناية. ومن هذه المختصرات هذا المؤلف، وسماه أخصر المختصرات، أي أشدها اختصارا، من أجل أن يكون مرحلة أولى للمبتدي. والقصد من هذه المختصرات أن تحفظ لتكون ذخيرة عند طالب العلم. الطالب الذي لا يحفظ لا يبقى عنده علم، ولو فهم، لو فهم في الدرس وفي المجلس، ما دام لم يحفظ النص الذي يشرح له فإنه لن يبقى عنده علم. إذا قام من مجلسه أو مرت عليه أيام نسي هذا الشيء. فلا بد من الحفظ مع الفهم، فلا يكفي الحفظ بدون فهم. ولو حفظت المؤلفات الكثيرة ولا يكفي الفهم بدون حفظ، لا بد من الاثنين. هذه الطريقة الصحيحة للتعلم، وهذه الطريقة التي درج عليها العلماء.
قديما وحديثا، لأنهم أهل خبرة ومعرفة بالتدريس تعليم وإيصال المعلومات. وهذا من يسمونه في العصر الحديث أصول التربية، هذه من أصول التربية، تربية طالب العلم. هذا المختصر نال رضا العلماء والمؤلفين، فأقبلوا عليه يشرحونه ويوضحونه للناس ويستخرجون ما يشتمل عليه من المسائل. فممن شرحه البعلي في كتاب اسمه كشف المخدرات، في شرح أخصر المختصرات. والمخدرات المراد بها المسائل الخفية، تشبيها بالبنات المصونات في الخدور، فالبنات والشابات تصان في الخدور، فهذه المسائل تشبه الأبكار المصونات في خدورها. فهذا الشارح بينها وسماه كشف المخدرات، أي بيان الكشف، المراد به البيان، بيان المسائل المخدرات أي المستورات. وشرحه أيضا الشيخ عثمان بن جامع، أصلهم من المدينة وربى في بلاد نجد وفي الأحساء وتفقه، فشرح هذا الكتاب بكتاب سماه الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، وهو شرح لا بأس به، لكن شرح كشف المخدرات لا شك أنه أدق وأحسن. وهذا الشرح طبع، شرح ابن جامع طبع، وكلا الشرحين مطبوعات. شرح ابن جامع طبع على رسائل علمية شارك فيها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، أخذ قسما منها مع زميل له آخر كمل هذا الشرح، فخرج محققا مطبوعا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من الآداب الشرعية البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات وفي سور القرآن وفي كتابة الرسائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار، وكما كتبها نبي الله سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن يدعوها إلى الإسلام، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. ما مضمونه؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الشاهد من هذا أن سليمان بدأ بها في كتابه، وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم. ومعناها الاستعانة بالله، بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة بالله عز وجل. فالجار والمجرور باسم متعلق بمحذوف، تقديره أبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم، تقديره أبتدي أو أؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى. بسم الله أي بجميع أسماء الله، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله بسم الله أي بكل اسم لله عز وجل. وأسماء الله كثيرة، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومنها ما بينه لنا في القرآن وفي السنة، ومنها ما لم يبينه استأثر بعلمه. أسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهي تدل على عظمته سبحانه وتعالى. والله علم على الذات
الإلهية. الله هذا أعظم أسماء الله ولا يتسمى به غيره، ما أحد سمى نفسه الله أبدا، هو اسم لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الألوهية. الله معناه ذو الألوهية، والإله هو المعبود، من أله يأله إلى عبد. وأصل التأله المحبة، والعبادة مبنية على المحبة لله عز وجل. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة من صفات الله جل وعلا، من صفاته، والعبد له صفة الرحمة، لكن هناك فرق بين صفات أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. فالله له رحمة، والعبد أيضا له صفة رحمة يرحم، ولكن لا تشابه بينهما. رحمة الله خاصة به سبحانه كسائر صفاته، رحمة المخلوق على قدره خاصة به. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأنه قيل معنى الرحمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، الحمد لله. نعم، ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالحمد لله، والحمد معناه الثناء على الله جل وعلا، فهو المحمود لذاته، وهو المحمود لأسمائه وصفاته، وهو المحمود لأفعاله، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وقوله الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا، فالحمد المطلق لله عز وجل. وأما الحمد المقيد فيمكن أن يحمد المخلوق على قدر ما يسدي أو يفعل من المعروف، يحمد على قدر ما يفعل من المعروف والإحسان، ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم. ولذلك قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله، بل قال الحمد لله. ويبدأ بالحمد لله في الأكل والشرب وفي جميع الأمور، وقد بدأ الله بها خلق السماوات والأرض، وفي نهاية الدنيا وقيام الحساب يحمد سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، قضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بجميع المحامد، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. فالحمد المطلق لا يستحقه إلا الله جل وعلا، وأما غيره فيحمد على قدر ما فيه من الخير. رب العالمين، الرب هو الخالق المدبر المحيي المميت، له الربوبية الكاملة على خلقه سبحانه وتعالى. وإذا أطلق الرب أو قيل رب العالمين فهذا لا يكون إلا لله، أما إذا قيد فيقال للمخلوق رب الدار رب الدابة، يعني صاحبها، رب الدار يعني صاحب الدار، ورب الدابة هذا صاحبة بمعنى صاحب، فهي ربوبية مقيدة قليلة. لكن الرب المطلق لجميع المخلوقات وجميع الكائنات هو الله سبحانه وتعالى، وهو المربي أيضا لخلقه بنعمه، والمربي لخلقه بالوحي المنزل
يربيهم التربية البدنية بالقوت، ويربيهم التربية القلبية بالوحي المنزل على الرسل. فهو الرب سبحانه وتعالى، الرب يعني المالك والسيد على جميع الخلق، والرب يعني المربي، المربي بنعمه بجميع خلقه سبحانه وتعالى، التربية الحسية والتربية المعنوية. والعالمين جمع عالم، جمع عالم، لأن الخلق أشكال، الخلق أشكال، كل شكل يسمى عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم البحار، عالم كل شكل من المخلوقات يسمى عالم. ورب الجميع، جميع العالمين، هو الله جل وعلا. نعم. الحمد لله المفقه من شاء من المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أعظم نعمه التفقيه في الدين. والفقه معناه الفهم، والمفقه الذي يوفق عبده للفهم في دين الله عز وجل. فالفقيه في الدين هو الذي يفهم، يفهم مسائل العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقيه. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأصول الفقه هو العلم بقواعد توصلوا بها إلى استنباط الأحكام، قواعد عامة توصلوا بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، هذا هو أصول الفقه، كمعرفة الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ والمجمل والعام والمخصوص، والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، وإلا إذا دل دليل على أن الأمر للاستحباب أو للإباحة، أو دل دليل على أن النهي للكراهة. هذا هو علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه. أما الفقه تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا مستحب وهذا مكروه، هذا الفقه، الأحكام الشرعية. والفقه شيء يجعله الله في بعض عباده منه، منه سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لا يفقهون، لا يفقهون ولا يفهمون، لكن الذين يفقهون من الله عليهم. وسبب الفقه هو الإقبال، الفقه ما يأتي عفوا، سبب الفقه هو تعاطي أسباب، منها الاستعانة بالله والدعاء، ومنها الإقبال على والحرص على طلب العلم. فإذا فعلت الأسباب فقهك الله في الدين، أما إذا أعرضت فإنه ينغلق عليك باب الفقه. ولهذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، بسبب من قبلهم، لأنهم أعرضوا أو تكاسلوا فحرمهم الله الفقه. لا شك أن الأشياء لها أسباب تعاطاها العبد. فمن رغب في الفقه وبنية صالحة وأقبل عليه وحرص عليه وفقه الله عز وجل وفقهه في دينه. ولهذا قال فقه من شاء، لا يتفقه كل أحد إلا من طلب الفقه، إلى من طلبه وحرص عليه. واللي يقولون الآن إن الفقه إنه ما له قيمة، وإنه أقوال رجال وكذا وكذا، يزهدون في الفقه، هؤلاء من الجنس المحروم الذين حرموا الفقه وصاروا يبغضونه. ومن جهل شيئا عاداه، كما في المثل، لو تذوقوا الفقه لوجدوا فيه الحلاوة واللذة واستراحوا له، لكن لما أعرضوا عنه واحتقروه حرموا منه بلا شك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن ما كل الناس يحوزون على هذه الميزة، لكن الذي يحوزها من أراد الله به الخير. فإذا رأيت الرجل تفقه في الدين ويحرص على الفقه، هذه علامة على أن الله
أراد به خيرا. وإذا رأيت الرجل معرضا وزاهدا في الفقه هذه علامة على أن الله لم يرد به خيرا. فيرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نفر من كل فرقة منهم طائفة لأجل أي شيء؟ تفقهوا في الدين. والنفور قيل معناه الخروج للجهاد في سبيل الله، أن الذي يخرج يجاهد في سبيل الله يتفقه في الدين ويعرف الأحكام. وقيل معناها الرحيل لطلب العلم، لولا نفر يعني رحل لطلب العلم، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون من البوادي ومن القرى ومن يرحلون إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج على هذا المسلمون، فكانوا يرحلون لطلب العلم والتفقه في دين الله أينما وجدوه رحلوا إليه يتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، المتفقه لا يكتم العلم بل يستفيد منه هو ويفيد منه غيره. ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، العلم ليس لك وحدك، أنت واجب عليك التبليغ، تبلغ العلم للناس، تبينه لهم ولا تختزنه. ولأن بعض الناس إما يأخذه الكسل والاستغراق مع الراحة والملذات ويترك الناس على جهلهم، وإما يأخذه الحسد ما يبي الناس يتعلمون ولا يبي يصير مثله أحد، فلا يدرس الناس ولا يعلمهم، يخليهم في جهلهم علشان ما يزاحمونه بزعمه يصيرون علماء مثله. نعم، هذا تفقه في الدين علامة على الخير. والآية تدل على أنه ما هو المقصود التفقه في الدين فقط، بل المقصود مع هذا التفقيه، يتفقه ويفقه، فقه الناس. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلو أنكم وأنتم لا شك من أقطار مختلفة أو من بلاد مختلفة إذا تعلمتم شيئا من هذا الدين تذهبون إلى بلادكم وتنشرونه لحصل الخير الكثير وحصل لكم الأجر العظيم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. لما حمد الله جل وعلا وأثنى عليه سبحانه صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب الخطب المحادثات والرسائل، أنك بعد ما تحمد الله تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله معناها الثناء على عبده في الملائكة، الملأ الأعلى يعني الملائكة، فإذا أثنى الله على عبده في الملائكة فهذا دليل على سعادة العبد، هذه الصلاة. والله يصلي على نبيه يعني يثني عليه في السماوات، يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله. والصلاة من الملائكة الاستغفار، الملائكة الاستغفار، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالملائكة تصلي على بني آدم وتستغفر لهم، وهذا من نصحهم عليهم الصلاة والسلام، فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين والعياذ بالله. والصلاة من العبد الدعاء، صلى الله عليه وسلم تدعو له، تدعو له عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الصلاة. قال تعالى: وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم أي ادعو لهم، وهذا معنى الصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة معناها
الدعاء. نعم، من الآدميين، الصلاة من الآدميين معناها الدعاء. نعم. أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة، هذه حقيقة شرعية، والدعاء حقيقة لغوية. نعم. والصلاة والسلام، والسلام الدعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة. نعم. والسلام على نبينا محمد الأمين. نبينا محمد هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، محمد، ومحمد معناه كثير المحامد، محمد كثير المحامد، يحمده أهل السماوات والأرض ويثنون عليه صلى الله عليه وسلم. النبي الأمين، النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع بالهمز، نبيء، ولذلك تسمعون بعض القراء يقول النبيء، هذا مأخوذ من النبوءة وهي الارتفاع، النبي من النبوة وهي الارتفاع، مكان ناب أي مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع بني آدم قدرا عند الله سبحانه وتعالى. ويطلق النبي على المخبر من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله، ولذلك تسمعون في بعض القراءات يا أيها النبي بالهمز، يعني المخبر عن الله عز وجل. فالنبي مأخوذ إما من النبوة وهي الارتفاع، وإما من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالنبي هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا إذا كان النبي مرسلا، إذا كان نبيا مرسلا. أما إن كان نبيا فقط وليس مرسلا فهذا يراد به من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني لم يؤمر بإلزام الناس به. والنبي بهذا المعنى يسير على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل يسيرون على شريعة موسى عليه السلام، فهو لا يأتي بشرع جديد، خلاف الرسول فإنه يأتي بشرع جديد. هذا ما الفرق ما بين النبي والرسول. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. الأمين على من صفاته صلى الله عليه وسلم، الأمين من الأمانة وهي عدم الخيانة، وهو معناه المؤتمن. الأمين فعيل بمعنى مفعول أي المأمون، فهو صلى الله عليه وسلم مأمون، مأمون على الوحي، مأمون على المعاملات، على كل شيء. وهذه صفته قبل البعثة، كان معروفا بين أهل مكة بالأمانة ويلقبونه بالأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يودعون عنده الأمانات لثقتهم به عليه الصلاة والسلام ويلقبونه بالأمين. ثم إن الله جل وعلا ائتمنه على وحيه، ائتمنه على وحيه مبلغا عن الله، فهو أمين من قبل الله وأمين من قبل الناس عليه الصلاة والسلام، تصف بالأمانة الكاملة بينه وبين الله وبينه وبين الناس. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا بينه للناس، ما ترك شيئا ينفعهم إلا بينه لهم، وما ترك شيئا يضرهم إلا بينه لهم وحذرهم منه، وما نزل عليه وحي من الله إلا وبلغه، لم يكتم منه شيئا عليه الصلاة والسلام، ما كتم شيء من الوحي، ولا خص أحدا بالعلم دون أحد كما تقول الشيعة، إنه خص عليا دون غيره بعلم لم يعطه غيره، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خص أهل البيت بعلم
ولما سئل علي رضي الله عنه عن ذلك نفاه وأقسم بالله عز وجل أنه لم يخصهم بشيء إلا فهما يؤتيه الله من يشاء، فليس لعلي خصوصية دون غيره. الرسول بلغ الرسالة للجميع ولم يخص أحدا دون أحد، وعلم الناس جميعا على حد سواء. فقل آذنتكم على سواء، فإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. فهو بلغ الرسالة للعرب والعجم والمؤمنين والكفار وللجيل الحاضر في وقته والجيل المستقبل إلى أن تقوم الساعة. بلغ صلى الله عليه وسلم هذا الدين بلاغا كاملا، وما ترك شيئا إلا بينه للناس، ولم يجحد شيئا ولم يخص أحدا دون أحد بالعلم والتبليغ، لأن هذا مقتضى الأمانة، هذا مقتضى الأمانة منه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. نعم. المؤيد بكتابه المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رسول إلا وله معجزات تدل على رسالته، والمعجزة هي أمر خارج عن طاقة البشر يجريها الله على يد رسوله، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسوله، خارق للعادة، وهي من صنع الله وليست من صنع النبي ولا غيره، بل هي من الله جل وعلا، هذه هي المعجزة. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن أعظمها وأبلغها وأبقاها القرآن العظيم، فهو المعجزة الكبرى، المعجزة الكبرى الباقية الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس فأعجزهم أن يأتوا بمثلها، أو بسورة أو بعشر سور أو بمثل القرآن، ما استطاعوا مع عداوتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الكفار كما تعلمون أبغض شيء عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ومع هذا ما قدروا أن يأتوا بسورة مثل القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا إخبار عن المستقبل، ولن تفعلوا إخبار عن المستقبل، فالإعجاز بالقرآن قائم إلى أن تقوم الساعة. يلا هاتوا، جيبوا واحد يجيب مثل القرآن ولو سورة واحدة، ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حال شدة عداوة المشركين له ومضايقتهم له، نزلت عليه هذه الآية لتدمغهم وتثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، المعجزة الخالدة الباقية الكبيرة. وله معجزات صلى الله عليه وسلم كثيرة يجريها الله على يده. نعم. المتمسك بحبله المتين. كما أن للأنبياء معجزات، موسى عليه السلام له معجزات 9 آيات بينات، وعيسى عليه السلام له معجزة إحياء الموتى، أنه يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، هذه مرضان ما حد يعالجه، ما لهن علاج، العمى والأكمه الذي ليس له عينان، والبرص وهو داء جلدي لا يستطيع الطب علاجه. فعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص،
يعجز الطب ويقف أمام الطب، وأشد من ذلك يحيي الموتى بإذن الله، ينادي الميت ويتكلم ويجيبه، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فما من نبي، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يعني القرآن أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم. المتمسك بحبله المتين. الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه متمسك بحبل الله يعني بالقرآن والإسلام، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمتين يعني القوي، ما فيه أقوى من القرآن ولا فيه أقوى من دين الإسلام. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله، الآل أصله أهل بالهاء، ثم سهلت الهاء صارت أأل، سهلت الهمزة فصارت آل، آل يعني أهل. وآل النبي هم قرابته، هم قرابته في النسب، وأيضا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام. فالآل يطلق ويراد بهم القرابة، ويطلق ويراد بهم الأتباع، فكل من آمن به فهو من آله. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. من هم آل فرعون؟ أي أتباعه، أتباع فرعون. فالآل يشمل القرابة ويشمل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه، الصحب، الصحب جمع صاحب أو صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالذي آمن بالرسول ولم يلقه هذا لا يسمى صحابيا ولو كان في عهده صلى الله عليه وسلم، بل يسمى تابعيا. والذي لقيه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا. الكفار والمشركون لقوه ورأوه، لماذا لم يقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من لقيه ولم يقل من رآه، لأنه ما كل الناس يرونه، بعضهم عمي، بعضهم ليس له بصر، مثل عبد الله بن أم مكتوم وغيره من الذين فقدوا البصر. فليس المدار على الرؤية، المدار على اللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاجتماع به ولو كان الإنسان غير مبصر. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله ومات على الردة، فهذا بطلت صحبته كما بطلت جميع أعماله، نسأل الله العافية. ونحن قلنا إن المراد بالآل أتباع الرسول، فلماذا قال آله وأصحابه مع أن الأصحاب من أتباع الرسول؟ قالوا لأجل الرد على المبتدعة، لأن المبتدعة كالشيعة يبغضون الصحابة ولا يصلون عليهم ولا يترضون عنهم ويقتصرون على الآل صلى الله عليه وآله فقط ولا يذكرون الأصحاب. فهذا ذكر الأصحاب مع الآل لمراغمة هؤلاء، لمراغمة هؤلاء. نعم. ولذلك يعني ظهرت ظاهرة الآن عند بعض طلبة العلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا موافق لقول الشيعة، فإما أن يقول صلى الله عليه وسلم فقط، وإما أن يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما الاقتصار على الآل فقط فهذا فيه مشابهة للشيعة. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمعين تأكيد، أجمعين من باب التأكيد، ولذلك جاء مجرورا بالياء لأن أصحابه مجرور. نعم. وبعد، وبعد انتهى من الخطبة انتقل إلى الموضوع، فبعد كلمة يؤتى بها للانتقال، للانتقال من أسلوب إلى
أسلوب، يقال بعد ويقال أما بعد. نعم. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي. سنح يعني عرض، بخلدي يعني بفكري أو بقلبي، عرض بقلبي أو بفكري تفكيري أن أختصر كتابي. نعم. أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. المؤلف رحمه الله له كتاب مختصر لكنه أطول من هذا، اسمه كاف المبتدي، كاف المبتدي، وعليه شرح يسمى بالروض الندي، شرح كاف المبتدي. فهو رأى أن الكتاب طويل فاختصره في هذا المختصر. نعم. المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الكائن كذا عندك بالمتن؟ الكائن بالمتن؟ اي نعم. أدري خبرنا بي جايت من الشرح في فقه بدون الكائن. نعم. في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الفقه عرفناه، الفقه عرفناه، ومعنى في فقه الإمام يعني موافق لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأن الأئمة أئمة أهل السنة الذين بقيت مذاهبهم أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، هم الذين بقيت مذاهبهم. وأما بقية العلماء من قبلهم ومعاصريهم فلم يبقى لهم مذاهب محررة، وإنما بقيت أقوالهم وفتاواهم منقولة في المؤلفات الموسوعات كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وأئمة كثيرون لهم فقه ولكن لم يدون، وابن جرير الطبري لهم فقه لكنه لم يدون، لكن وجد في المطولات والموسوعات. أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإن الله قيض لهم أتباعا اعتنوا بمذاهبهم وتولوها بالشرح والبيان والتوضيح فبقيت حية ولله الحمد. ومذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد لم يؤلف في الفقه وإنما مؤلفاته في الحديث، الفقه ما كان يؤلف، وإنما كان يدرس ويكتب فتاوى ورسائل يرسلها إلى البلاد والسائلين يجيبهم، ولم يكتب مؤلفا في الفقه لأنه ينهى عن ذلك من باب الورع، من باب الورع. ولكن قيض الله له تلاميذ وأصحاب جمعوا ما صدر منه من فتاوى ومن دروس ومن مسائل ومن دونوها. وأعظم من دون ذلك أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، جمع ما صدر من الإمام من رسائل وفتاوى أرسلها إلى الناس، جمعها في جامع سماه الجامع الخلال، وهو جامع كبير لكنه مع الأسف ضاع ولا يوجد منه إلا قطع، ما يوجد منه إلا قطع متفرقة. لكن أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه اعتنوا وجمعوا ما تيسر لهم وخرجوا على قواعده، لأن له قواعد في الاستنباط والإفتاء، يعني فهموها من كلامه ومن فتاواه قواعد مذهب الإمام أحمد، خرجوا عليها وفرعوا عليها فتكونت هذه الكتب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ويمتاز مذهب الإمام أحمد بن حنبل بقربه من الدليل، لأنه كان محدثا، فهو أكثر الناس يعني مذهبه أكثر المذاهب تمسكا بالدليل، ولذلك يعادون الحنابلة، لأن الحنابلة على مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد محدث
ويعتني بالدليل. لذلك يقللون من شأن الحنابلة، لأنهم يرون أن مذهبهم ضيق وأنه كذا وكذا، بعضهم يقول متشدد وبعضهم، لكن هذا ما يضر، هذا ما يضر، والحق يبقى مهما عورض، ومهما الحق ما دام أنه حق ما يضره المعارضات والتنقصات أبدا. لذلك ظهر مذهب الإمام أحمد ولله الحمد، وبقي كإخوته من المذاهب الأربعة الحمد لله، وكلها مذاهب خير، كلها مذاهب ثروة علمية، لكن ما هو بالكلام على المذهب، الكلام على الدليل، فما قام عليه الدليل يؤخذ من مذهب أحمد أو أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي، العبرة بما يقوم عليه الدليل. وإنما هذه المذاهب تقرب لك العلم، تقرب لك الفائدة، تقرب لك، وإلا أنك تأخذها قضية مسلمة لا، تناظر الدليل، تشوف دليلها، تعتمد على الدليل. نعم. في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل، ولد في القرن الثاني وتوفي رحمه الله في القرن الثالث من الهجرة، وكان إماما في الحديث، يكفيك مؤلفه المسند الذي صار مرجعا موسوعيا للحديث النبوي الشريف، فهو إمام جليل وضليع في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الإسناد والرواية، ومع هذا هو فقيه، فهو من فقهاء المحدثين، لأن المحدثين على قسمين، حفاظ وفقهاء، فمنهم من جمع بين الفقه والحديث، يسمى هذا فقيه المحدث، مثل البخاري ومثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، هؤلاء فقهاء الحديث، جمعوا بين الفقه وبين الحديث. وهناك حفاظ اعتنوا بالسند وبالمتن وحفظوا المتون، هؤلاء يسمون الحفاظ، يسمون محدثين فقط وحفاظ، وفيهم خير كثير، وفروا على الأمة علما غزيرا، وحفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لهم فقه، ليس لهم فقه، إنما عنايتهم بالرواية. أما أولئك فعنايتهم بالرواية والدراية، الدراية يعني الفقه، فهذه ميزة فقهاء المحدثين، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. الصابر على الفتنة والمحنة التي حصلت له بسبب أن الجهمية والمعتزلة تألبوا وداخلوا الخليفة المأمون، صاروا بطانة عنده وزراء، فحملوه على مذهب المعتزلة والجهمية والقول بخلق القرآن، فأراد المأمون أن يرغم الناس ويجبرهم على أن يقولوا بخلق القرآن، امتنع الأئمة علماء الحديث، ومنهم الإمام أحمد، لكن منهم من تخلص بالتأويل، ومنهم من أوذي وضرب، ومنهم من قتل ظلما وعدوانا، والإمام أحمد صبر وثبت ونجاه الله من القتل، لكن ناله من الأذى والسجن والضرب الشيء الكثير، وصبر على ذلك حتى نصره الله عز وجل. فجاء المتوكل أخو المأمون من بعد المأمون، فنصر أهل السنة ونصر الإمام أحمد وكرمه وأعزه، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، واندحر المعتزلة والجهمية، ومات مذهبهم والحمد لله. هذا نتيجة الصبر، نتيجة الصبر، ما دام الإنسان على حق فإنه يصبر، أما إن كان على خطأ فإنه يرجع ولا يكابر، فإذا كان على حق فإنه يصبر ولو ناله ما ناله من الأذى، فإن العاقبة للمتقين، حتى لو قتل فإنه يكون مظلوما
يكون في سبيل الله عز وجل. فهذا صفة الإمام أحمد بن حنبل أنه صبر وصار حجة لأهل السنة وصار إماما لأهل السنة وإماما في الصبر والثبات على الحق رحمه الله. نعم. الصابر لحكم الملك المبدي. الملك هو الله جل وعلا من أسماء الله الملك، والمبدي الذي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. نعم. ليقرب تناوله على المبتدئين. الغرض من الاختصار لأجل يقرب لهم تناول هذا المختصر حفظا وفهما، لأن الكلام الطويل يشتت الذهن، وأما المختصر فيمكن يسهل حفظه ويسهل فهمه. نعم. ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على المبتدئين. أما الذين من الله عليهم بالتقدم في العلم فيذهبون إلى المطولات، لكن المبتدئ لا يذهب إلى المطولات، يضيع، فليبدأ مع المختصرات إن كان يريد طلب العلم، يبدأ مع المختصرات. أما إن كان يريد العلم بيوم واحد أو ليلة هذا ما يحصل شيء، لا هو بل استراح ولا هو بل يحصل شيء. نعم. ويسهل حفظه على الراغبين. ويسهل حفظه، هو المقصود من المختصرات أنها تحفظ، أنها تحفظ، ولا يكفي حفظها، تحفظ وتشرح وتبين، لكن الشرح إذا كان على حفظ ثبت، أما إذا كان الشرح يطير في الهواء ولا هنا حفظ ما يثبت، يروح أدراج الرياح. نعم. ويقل حجمه على الطالبين. إن لأن الطالب إذا صار رأى صغر حجمه نشط حفظه، أما لو جبت له مجلد أو مجلدات وقلت له احفظ هذا ما يستطيع، يترك العلم وينفر ويهرب. لازم طالب العلم أنه لازم المعلم أنه يراعي طالب العلم شيئا فشيئا، ولا يشق عليه ولا يكلفه شيئا فشيء، حتى يتذوق العلم، فإذا تذوقه سهل عليه كل شيء. أما قبل يتذوق العلم فهو ينفر ولا يبغي المشقة، ولا فيجب على المعلم أنه يراعيه شيئا فشيئا. نعم. وسميته أخصر المختصرات، يعني أشد المختصرات اختصارا، ما عاد فيها أخصر منه. نعم. لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من يعني مع اختصاره هو جامع، هذا هو المطلوب، اختصار في اللفظ وجمع للمعنى، هذا هو المطلوب. أما الاختصار الذي ما فيه جمع للمعاني هذا قصور، هذا من القصور. نعم. لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. إيه نعم، ما هو القصد الاختصار، القصد الاختصار مع الجمع، مع جمع المعاني، هذه الميزة. ولا الاختصار اللي ما فيه جمع معاني كل يقدر عليه لكن ما فيه فائدة. نعم. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله، وهذا يدل على نصحه، على نصحه وحرصه على إفادة الطلاب، فهو يدعو لهم، يدعو لمن قرأه ولمن نظر فيه. نعم. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات. إنه جدير يعني حقيق، جدير يعني حقيق بإجابة الدعوات، لأنه جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم. نعم. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا هو، أقول هذا هو الملاحظ، إن الإخلاص ما هو بالقصد أنك تظهر مؤلفات، القصد أنك تخلص لله النية في ذلك. أما لو لم تخلص النية ولو خرجت مؤلفات كبيرة لا خير فيها ولا بركة فيها،
أما مع النية الصالحة وإن قلت المؤلفات فإن الله يجعل فيها خيرا كثيرا. فصلاح النية من المؤلف ومن الطالب ومن المدرس هو الذي يدور عليه المقصود. نعم. مقربا إليه في جنات النعيم. نعم. ما يقصد طمع دنيا، هو بيقصد يألف لأجل يبيع المكتبات حصل دراهم، لا، يقصد به ثمن الجنة، يقصد به ثمن الجنة، ما يقصد الدراهم. نعم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. وهذا فيه عدم تزكية النفس، فيها الاستعانة بالله عز وجل. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله. نعم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا مأخوذ من قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، أي فوضت أموري، وإليه أنيب، أي أرجع. الإنابة الرجوع، الرجوع من الذنوب والتوبة إلى الله عز وجل، والرجوع إليه في البعث يوم القيامة. نعم. كتاب الطهارة. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من فضل الاعتناء بالزاد زاد المستقنع على أخصر المختصرات، فماذا يكون عليه الطالب المبتدئ؟ هل يحفظ هذا الكتاب أخصر المختصرات أم الزاد، وأيهما يقدم؟ لا شك أن أخصر المختصرات إنه كتاب حافل وكتاب جيد ومسلم له بالجودة، لكن المبتدئ ما يصلح يروح الزاد المستقنع على طول، يأخذ أخصر المختصرات درجة أولى ثم يدخل في زاد المستقنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أيهما أفضل لطالب العلم، حفظ متون كلام أهل العلم أم حفظ متون الأحاديث المبوبة على أبواب الفقه كبلوغ المرام وغيره؟ الأحاديث يا أخي أدلة فقط، أما الفقه فهو استنباط من الأدلة، فلا بد من الاثنين، لا بد من حفظ الأحاديث وحفظ الفقه. أما أنك تقتصر على حفظ الأحاديث ولا تفهم معناها هذا لا يفيدك شيئا، أو تقتصر على الفقه ولا تعرف الأدلة هذا لا يفيدك شيئا، فلا بد من الجمع بين الاثنين. نعم. وأحسن شيء أنك تحفظ الفقه وتحفظ بلوغ المرام مثلا أو عمدة الأحكام، لأنه مرتبط بعضها ببعض. أما أنك تحفظ الصحاح والمجاميع الكبار هذا ما تستطيعه. نعم. ولو استطعت ما تستفيد معانيه وفقهه، العلم يؤخذ شيئا فشيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أيهما يحرص عليه المسلم، طلب العلم والمبالغة في طلبه أو العمل بما يعلم؟ وما نصيحتكم بخصوص العمل بالعلم؟ ما ينفصل أحدهما عن الآخر يا أخي، ما تقول هل أطلب العلم أو أعمل، ما ينفصل، تعمل وتطلب العلم. أما أنك تقول أطلب العلم أو أعمل هذا غلط، ما ينفصل العلم عن العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أليس آحاد المؤمنين مأمورين أن يبلغوا الدين، فكيف نعرف النبي بأنه لم يؤمر بالتبليغ؟ تبليغ إلزام وجهاد يا أخي، ما هو بتبليغ أنك تقرأ عليهم ولا تشرح لهم، هذا واجب، لكن تبليغ الإلزام والجهاد عليه هذا للرسول أو لخلفاء الرسول من ولاة الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل نقول إن التعبير بالآية أو البينة بدلا من المعجزة أفضل، وذلك لموافقتها لتعبير القرآن الكريم؟ المعنى واحد يا أخي، معنى الآية معناها المعجزة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط بعض المتفقهة وطلبة العلم نظرة إلى المذاهب الفقهية على أنها سبب للجمود الفقهي، وأن دراسة الفقه على المذاهب المتبوعة
مدعاة إلى التعصب إليها، فلا بد أن يؤخذ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة، وأن لا تؤخذ من تلك المتون. فما توجيهكم وفقكم الله؟ هذا القائل لا يخلو من إحدى حالتين: إما أنه مغرض وضال ويريد أن يصرف الناس عن العلم، يروح للكتاب والسنة وما تعلم شيء، ما تعلم كيف يستدل وقواعد الاستدلال، ولا مر على كلام أهل العلم، يروح وهو خالي الذهن ولا يعرف شيء ويستنبط، هذا يضل هو ويضل الناس. فهذا الرجل إما أنه ضال ويريد أن يضل الناس ويصرفهم عن العلم وعن جادة الصواب، وإما أنه جاهل مركب ولا يدري ولا يؤخذ كلامه، ما يؤخذ كلام هذا ولا يعتبر كلامه، هذا كلام لغو، يعتبر من اللغو. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يعتبر للإمام ابن حزم رحمه الله مذهب معتد به؟ ما هو مذهب الإمام ابن حزم، ابن حزم على مذهب الظاهري، مذهب داود الظاهري، هو تابع لمذهب داود الظاهري وليس مستقلا بمذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس سمى الظاهرية من الفرق الثنتين والسبعين، هل كلامه صحيح؟ الله، الظاهرية لا شك عندهم خطأ، لأنهم اقتصروا على ظاهر اللفظ وجمدوا عليه، ففاتهم كثير من الفقه، فاتهم كثير من الفقه، ووقع عندهم كثير من النقص العلمي. لكن نعدهم من أهل الضلال؟ أنا ما أظن أنهم يعدون من أهل الضلال، يعدون من المذاهب الفقهية على رغم ما عندهم من الخطأ والنقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ينطبق على عيسى عليه الصلاة والسلام الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم للقائه به ليلة الإسراء والمعراج؟ وهل يترتب على ذلك أنه قد جمع بين النبوة والصحبة؟ الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عيسى فقط ليلة الإسراء، كل الأنبياء صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو بس عيسى، لقي جميع الأنبياء، ولقي موسى، ولقي جميع الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه لقيا خاصة، ما هي لقيا في الدنيا، وهي هذه لقيا خاصة، ولا يعتبرون صحابة، يعتبرون أنبياء أفضل من الصحابة، الأنبياء أفضل من الصحابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أويس القرني رحمة الله عليه هل يعد من الصحابة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في الحديث وكان في عصره؟ ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره ليس صحابيا، وإنما يسمى تابعيا، مثل النجاشي، النجاشي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يره، ولم يعد من الصحابة، بل يعد من التابعين، من كبار التابعين. وأويس القرني ما أدري هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لقي، ما أدري. والصحابة دونت أسماءهم كلها في تقريبا في موسوعات، مثل الإصابة بأسماء الصحابة لابن حجر، أسد الغابة بأسماء الصحابة لابن الأثير، الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر. راجعوا هذه الكتب وتعرفون الصحابة، وتعرفون إن كان أويس القرني فيها أو لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: آدم عليه الصلاة والسلام هل يعد من الأنبياء أم من الرسل؟ نبي مكلم كما في الحديث، نبي مكلم كلمه الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل المراد به تعلم الأحكام الشرعية أم تعلم الأحكام والعقيدة؟ كله فقهه في الدين، ما قال يفقهه في الأحكام فقط، قال يفقهه في الدين، والدين شامل للعقيدة وللعمل وللآداب والأخلاق، الدين شامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
سمعت من أحد طلبة العلم تفريقا بين الحمد والثناء، وقال إن الحمد لا يسمى ثناء، مستدلا بالحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث، حيث إن الحمد الإخبار بكمال صفات المحمود والثناء تكرار الحمد، فما هو الصحيح؟ الفرق إنهما الثناء هو على الجميل الاختياري اللي باختيار الإنسان يثنى عليه، الحمد هو يكون على الجميل الاختياري، الجميل الاختياري يحمد على هذا الشيء لأنه باختياره تصدق، أعطى، تعلم، نصح، هذه أعمال اختيارية يحمد عليها. أما الثناء فإنما يكون على الجميل الذي لا صنع للعبد فيه، يثنى عليه بصنيع اتصف به لكنه ليس باختياره. نعم، يثنى عليه بالجمال، يثنى عليه بالقوة، يثنى عليه بالشجاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصير خطبة الجمعة جاء بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء وعليه، فهل يسوغ أن تطول الخطبة إذا كانت هي الدرس الأسبوعي الوحيد الذي يسمعه الناس؟ فهل هذا الاستدلال والكلام مقبول ويستدل به على جواز تطويل الخطبة؟ والله أنا قلت لكم وكررت عليكم أنه طلع فقهاء جدد يفسرون من عندهم ويجيبون من عندهم ويتركون كلام أهل العلم، ما أظن أحد هذا، ما أظن هالكلام من كلام أهل العلم، هذا كلام متعالم. الرسول معناه الحث، يقول أقصر الصلاة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، يعني ما قرأ الحديث هو، أقصر الخطبة هذا أمر ولا لا؟ أقصر الخطبة أمر بذلك، لكن هذا ظاهر أنه جاهل مركب ما يدري وش يقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أصلي الاستسقاء ولو أدى ذلك إلى تأخري عن العمل الرسمي قليلا، أو لا أحضر الصلاة البتة؟ يا أخي مسموح، مسموح عن الدوام لما تصلي، ولي الأمر سمح بهذا، ولا يجوز أن يفتح الدوام والناس يصلون، الدوام يبدأ بعد صلاة الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك برنامج اسمه قطاف في شركة الاتصالات في الجوال، وهو مجموع نقاط تحصل عليها من عدد المكالمات، فكلما زادت مكالماتك زادت النقاط المجانية، فما الحكم في هذه الصورة؟ والله يا أخي هذه من الحيل لأخذ أموال الناس وابتزاز أموال الناس، وهم الآن تنوعون في الحيل، كل يوم يطلع حيلة جديدة لأجل أخذ أموال الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يكون هناك رأي في مذهب الإمام أحمد ومخالف لأحد الأئمة المجتهدين في المذهب أيضا، فأيهما أولى بالتقليد للعامي الذي لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة؟ اللي ما يستطيع يرجح بين الأدلة يا أخي يسأل أهل العلم، هذا ما هو ما عنده علم ذا، يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فإذا أشكل عليه قول من الأقوال يسأل أهل العلم عن مدى صحة هذا القول وما هو دليله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا ينوي قطيعة الرحم، يقول الذي لا ينوي قطيعة الرحم لكنه لا يصل رحمه إلا بعد زمان بعيد ليس باليسير، فهل يأثم على ذلك؟ هذا قاطع للرحم ولو لم ينوي قطيعة الرحم، معناه أنه ما يزورهم ولا يواصلهم ولا يتركهم وينساهم، نوى أو لم ينوي، حتى لو نوى، لو نوى الصلة، لو نوى الصلة ولم يذهب إليهم ولم يواصلهم مع القدرة على ذلك ما تكفي النية، لازم من النية والعمل، لازم من النية والعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رسالة قد انتشرت عبر رسائل الجوال، وهو حديث معلم الخير استغفر له حتى الحيتان في البحار، فهل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره الظاهر لي، ذكره ابن رجب في شرح حديث من سلك طريقا التمس به علما، راجعه
ابن رجب رسالة قيمة جيدة في شرح هذا الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وهو قدوة لنا، وقبل ذلك أمر الله سبحانه بإفشاء السلام، وحيث إننا يا شيخنا الفاضل نرى من عليه سمات الخير يمر علينا ولا يرد السلام إن سلمنا، فما هي نصيحتكم للجميع في ذلك؟ يمكنه زعل عليكم، فأنتم أرضوه إن شاء الله